أسواق جديدة بحلة قديمة، طقوس تعود بك إلى أزمان وعصور ذهبت، سوق أزماننا، عالم تاريخي ورحلة عبر أغوار العصر القديم في رحاب الأسواق الحديثة التي جمعت بين التجارة والثقافة والأنشطة الاجتماعية. سوق أزمان هو سوق يجمع كل الطبوع التراثية من ألبسة تقليدية، من فولكلور، من شعر، من مسرح، من أدب وغيرها من العادات والتقاليد. هذا السوق الهدف منه هو الترويج والتسويق لتراثنا الثقافي عبر المنابر الإعلامية جيدا، كذلك لهذا التنوع وهذا تنوع المعارض وتضمين هذه المواضيع، يعني يخلق التميز، تميز لهذه التظاهرة وتميز للتراث الثقافي الجزائري، وذلك لاستهداف الشباب برؤى جديدة من أجل مهمة الدفاع عن التراث الوطني. ويشوه النسيان عقول الناس يا كاتبي ما عادت تحضر قول ولا زقي. بمدينة تلمسان الجزائرية تقع سوق أزمان الموسمية النابضة بالحياة داخل القصر الملكي الزياني التاريخي المعروف أيضا باسم قصر المشورة، الذي بناه السلاطين الزيانيون في العصور الوسطى عام 1248 على طراز العمارة العربية الأندلسية المغربية. باش نروجوا السياحة والثقافة هذه ما تموتش، لازم تتواصل مع الأجيال القادمة، وأنا كممثل بوصلة عبد العزيز نموت على الثقافة الجزائرية، ومدى بينا الثقافة تاع بلادنا تروح للبعيد. الدول اللي ما يعرفوش هذه الثقافة وهذا اللباس التقليدي وهذه العادات كيشوفوهم يلو يعرفوا يسقسيو، قال هذه واسم علاش كيفاش، هذا هو الهدف تاعنا. وللمرة الثالثة تقيم المدينة التاريخية هذا السوق بالتقاليد الجزائرية العريقة، ويرتدي الزوار الملابس الشعبية التي تشمل الحايك للنساء، ويتجمعون لمشاهدة العروض الفنية التي تذكر بحقبة الزيانية حين كان الشعر والفن جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. هذا سوق زمان، سوق زمان بطابع جزائري، أكشف تقاليدنا، شعراء، الحرفيين. الهدف من هذا السوق هو رانا نبينوا توجور في التراث الجزائري المادي ولا مادي. وتحية الجزائر. في السوق الكثير من الرسائل المراد إيصالها لأجيال متعاقبة لما يشمله من تقاليد وشعراء وحرفيين للتعريف بالتراث الجزائري المادي ولا مادي.